بسم الله الرحمن الرحيم. شباب، احنا المحاضرة الماضية اشتغلنا على الموديلينج وتعرفنا على العديد من الأشياء واستذكرناها لأنها كانت شبيهة جدا بالأمور اللي احنا تعلمناها في برنامج السينما 4D. رح نرجع نطبقها باحترافية بحيث انه احنا في نهاية المطاف نتمكن من عمل عناصر أو موديل بغض النظر شو هذا الموديل. طيب، رح نيجي نبني اليوم أوبجكت هيك بسيط، خزانة، ونشوف كيف إحنا ممكن نطبق كل الأشياء اللي عملناها، مع أنه في نهاية المحاضرة الماضية إذا ما خانتني ذاكرتي إحنا عملنا كرسي وزي طاولة أو طبلية، سميها زي ما بدك، بس صار بإمكاني أشتغل وأوظف الأوامر اللي أنا بشتغل عليها، اللي هي الإكسترود والإنسرت والأوتلاين والبيفل والبريدج وهاي الأشياء. وإنت أكيد قلباً وقالباً أكيد هاي الأشياء اللي أنت صنعت كرسي بإمكانك تعمل سيارة، بإمكانك تعمل أي عنصر، لكن لابد من أنك تطبقها حتى دائماً وأبداً تضل تستخدمها. طيب، خلينا نبلش اليوم ونشوف نعمل سيارة، نعمل خزانة، نعمل شيء من خلال الخصائص اللي تعلمناها سابقاً. رح نيجي في بداية المطاف نرسم بوكس اللي هي الخزانة اللي أنا وياك بندردش وبنحكي عنها، ورح أعتمد على النظر حتى أحدد الطول والعرض والعمق. هاي الخزانة، أنزل الشاشة لتحت، بطلع لتاب موديفاي، بختم في الرايت كليك، باجي بلعب في الارتفاع شوي. الآن هذا المنظر العام، ودائما وأبدا بدي إياك دائما تطلع على الأوبجكت اللي أنت رسمته. هذا المنظر العام. أول سؤال بنسأله لنفسنا، هاي الخزانة اللي إحنا بدنا نبنيها ما عندي صورة إلها اللي أفرجيك إياها حتى نقعد أنا وياك نعد، لكن بدنا نحدد كم رف فيها. بدي أعمل تحت باب، بابين، بدي أعمل هون جرورين، بدي أعمل هذولا كلهم جرور. الآن بدنا نحكي، بدي أنا وياك نتفق الآن عشان نقدر نقسم الشغل ونشوف كيف بده يخرج معنا. بدنا نحكي إنه أنا في أسفل الخزانة هاي تحت في عندي بابين، أوكي، وفي عندي هون جرور كبير، وفي عندي هون ثلاث رفوف فاضيين، ثلاث رفوف بغض النظر عن شكلهم. فرح نيجي نبلش نضيف السيجمنتيشن على الهاي سيجمنتيشن، هاي افور تو شو سيجمنتيشن. تعال نشوف، هاي حكينا هاي القطع اللي هون بغض النظر انه بينزل معي متساوي، هذا القطع اللي هون راح اصنع منه الابواب السفليه البابين، هذا القطع جروري بتحكي لي كبير، بحكي لك مش مشكله هو بينزل متساوي بعدين احنا بنكبر وبنصغر، وهذا اللي هون رح نعمل منه رف، وهذا رف، وهذا رف. الآن بما أني بحكي أنا على هون بابين، فرح أضطر آجي هون أقسم الشكل من المنتصف عشان أعمل بابين، هاي باب هاي باب. بتحكي لي طب مو هون فتحة واحدة، بحكي لك مش مشكلة، ما إحنا من خلال خاصية الجروب الإكسترود باي جروب أو الإنسرت أو واتيفر، فيها خاصية الجروب واللوكال هوست ممكن أني أتعامل معها. طيب في القطع اللي على الجنب على اللينث هذا بلزمني بإشي شباب؟ لا لا، ما بلزمني، ما بدي أبلش فيه، فما في داعي أضيفه عشان ما يزيد علي نقاط. هيك أنا وياك اتفقنا على الشكل العام لهاي الخزانة. الآن مباشرة بعمل لها سيليكشن وكونفرت تو إديتابل بوليجون. البعض بيختار باتش بالغلط أو مش بالغلط، بس تيجي تدور على إكسترود وما تلاقيها أو تلاقيها بشكل مختلف، اعرف انه انت دا انك حولت لإديتابل مش او إديتابل باتش. احنا اللي نشتغل عليه إديتابل بوليجون. وركز معي هون، هيو اسمه بوكس 1 إديتابل بوليجون. شو نزل لي على بوكس 1؟ إديتابل بوليجون. فانا كيف بعرف اني انا شغل صح ولا غلط؟ من كلمة إديتابل بوليجون، انها موجودة، انه بوكس 1 ورثان خاصية الإديتابل بوليجون. طيب، قبل ما ابلش اشتغل انا وانت، تفضل يا محمد. كيف بقدر اخلي ان التقطيعات تاعت السيجمنتيشن يظهر على الاوبجكت؟ اف 4 على الكيبورد، اف 4. تمام دكتور. اذا عندك يا صديقي ما بتظهر، بتكون الاف 4 بدك كبسه فانكشن على الكيبورد، في كبسه اف ان بتكبس عليها، بتخلي اصبعك الابهام عليها وبعدين بتكبس اف 4 ان شاء الله الا تظهر معك. تمام. طب دكتور يعطيك العافيه. الله يعافيك نسيم. دكتور أنا كانت تزبط معي، بس عملت أبديت للبرنامج بطلت تزبط معي نهائي. بس نرجع كيف يعني أبديت للبرنامج؟ عملت له طلب مني أني أعمل له زي أبديت تحديث.
3 دي ماكس. اه هو صار رجعت كركته من الاول فصل ورجعت كركته يعني. طيب وما بتظهر عندك؟ بطلت تظهر عندي. صرت اكبس اف 4 ما تعمل، احط الاف ان واف 4 ما برضه ما بتعطيني شيء. مش عارف يعني شو المشكله. انا طب انت على اللابتوب يا نسيم الان؟ لا على التليفون بس شغال يعني على اللابتوب. طيب بدي معك شايف كلمة هون ديفولت شيدنج؟ اه دقيقة دكتور. لا لا عشاشتي انا شايفها وين موجودة؟ هي هيها هون. اه كبس عليها وفي هون ايدج، ايدج فاكت فعلها. شوف ليها بتظهر معك ولا ما بتظهر؟ زبطت يا نسيم؟ استنى دكتور ارسم المكعب ثواني. حط عليه سيجمنتيشن لانه اذا ما في عليه سيجمنتيشن ما بزبط. وروح لتاب موديفاي وضيف سيجمنتيشن. تمام دكتور زبطت؟ اه تمام. طب والله اكبس اف 4 على الكيبورد الان. الله نسيم صوت الكليك وصل عندي هون ما زبطت؟ لا هيك زبطت. لا قصدي صار يخفيها ويظهرها؟ لا بس ظهرت عندي بس ما رجع خفاها. ولا على الفانكشن بتشتغل؟ لا. طيب انت عملت ويندوز ابديت ولا عملت لل 3 دي ماكس ابديت؟ مثل ال 3 دي ماكس هسه هو فصل لانه معطيني مدته شهر. طيب في كراك سوي الكراك. عملت كراك ورجع فتح تمام اموره. طيب هسه بس بدي منك شغله يعني، بس انت الان ما راح تغلب، راح تروح تختار الخيار الايدج فاكت وبظهر معك، لكن والعلم عند الله انه الكيبورد تاعتك فيها something wrong. شوف خصائص الكيبورد وانك كيف بدك تفعل الاف ان فانكشن، الفانكشن كي جوجل. انه هو كان يعني بالبدايه شغال يعني. ما انا فاهم عليك بس هو مش شرط يعني. انت ممكن في صار عندك ويندوز ابديت، عمل ابديت للدرايفر تاع الكيبورد، غير إشي. انا ما بعرف شو اللابتوب اللي بتشتغل عليه يعني، ممكن غير في البروبرتيز تاعت الكيبورد اللي انت بتشتغل عليه، لكن في الخيار، في وجود الخيار هون يدوي، ما راح يعني ما راح تغلب. امورك طيبه ان شاء الله. تمام تمام هسه برجع بسويه وان شاء الله نهايه المحاضره بشوف بخبرك. ان شاء الله. طيب خلينا نرجع انا وياك لهون. اول اتفاق اتفقنا احنا هذول بابين بدهم يصيروا، فهذول لازم يكون حجمهم اكبر. هسه اجي انا هون احكي له بوليجون، كيف بدي اكبرها هاي؟ ما بزبط. طب ايدجز الان انا اللي بدي اياه، شايفين هذول التنتين بدي اياهم لهون يطلعوا. الان اللي مسؤول عن حجم هذول التو بوليجون اللي تحت شباب، بصراحة النقاط هاي 1 2 3 4 5 6، فأنا بكل بساطة لو استطعت أمسك هاي النقاط اللي هون أو الحواف هاي اللي هون، هاي شوف، مع إنه هاي الطريقة أنا ما بحبها، لازم أطلع بشكل أفقي 100% وبضلل هيك. أنا كم نقطة مسكت شباب؟ 6. 6 نقاط، الثلاثة اللي قدامي والثلاثة اللي وراء، وهي موف وعلى محور واحد لحاله برفعهم للأعلى. هذا الأسلوب التضليل الفيرتكس على شاشة البرسبكتيف يا شباب مؤذي جدا. بتحكي لي هيو بسيط؟ بسيط لأني أنا ما في عندي فيرتكس هون، لكنه مؤذي جدا. الصح عشان أنا ما أغلط أطلع ألتو دبليو وأجي أشوف من المسقط الأمامي، أوكي، وفوت زوم إن، وفوت زوم إن، هيك بضمن إنه التضليل اللي أنا بعمله صحيح 100%. أنا شو اللي بدي؟ بس بدي أكبر البابين اللي تحت عشان أعمل هون مساحة للجرور، وهذول اللي هون خلص خليهم as is يعني المساحة تاعتهم حلوة. طيب هيني خلصت شغل على الإج، على الفيرتكس. في ناس بحكي لي لا يا عمي أنا ما بدي أشتغل على الفيرتكس، أنا بدي أشتغل على الإج. عادي خذ الإج، خذ الحواف وضلل الحواف هاي، تزبط؟ طلع
لا لحد الآن هي بتزبط، بس شو أنا خسرت؟ هاي كنترول زد. شو خسرت شباب؟ لا هي ما زبطت على كل الأحوال، إلا إذا بضلل هذول اللي تحت هون وبرفعهم لفوق بتزبط. بس شو خسرت؟ خسرت الحجم اللي تحت، وراح أضطر أرجع هذول اللي تحت وأكبر، ما استفدتش إشي. كنترول زد كنترول زد. أفضل شيء تتعامل معه في هاي الحالات هو النقاط. بدك تكبرها كمان لتحت، بتمسك هدول النقاط اللي تحت وبتكبرها سوري على محور لحال، أو بتمسك هدول كلهم اللي فوق بترفعهم للأعلى زي ما بدك. أوكي. الخزانة بدك الجهة اليمين أكبر، بتضلل على الجنب وبتزيحهم على اليمين. طبعا هذا كله وين بيتأثر؟ بالشكل اللي هون. هاي كنترول زد. عرض الخزانة أنت شايفه صغير، أفرجيك إياه هون. على فكرة أنا بنتقل من شاشة لشاشة هون وهون، مش بالكليك العادي، بالرايت كليك عشان ما يترك السيلكشن اللي أنا ماسكه. بتطلع من الأعلى، بمسك النقاط الموجودة في الخلف وبعرض الخزانة زي ما أنا بدي. يعني موضوع التحكم بالنقاط كثير جميل ومريح. طيب إحنا شو اللي تعلمنا المرة الماضية؟ تعلمنا نعمل إكسترود وآوت لاين وهاي الأشياء. راح أجي على البابين هذول اللي هون مباشرة وأعمل لهم بوردر. البوردر كنت أعمله أنا من خلال إنسرت ولا أوت لاين؟ إنسرت. إنسرت. طيب هيو الآن التو بوليجون اللي أنا ماسكهم عاملهم كوحدة واحدة ولا كل واحد لحال؟ واحد لحال هي؟ لا طلع البوردر اللي نزل مع بعض هاد. مع بعض. فباجي بحكي له لا عامل لي إياهم باي بوليجون، هذا اللي أنا بدي إياه. هاي أبلاي. طيب نيجي على التو بوليجون هذول اللي هون، إحنا قلنا بدنا جرور واحد كبير مش اثنين. إذا اثنين بدي أعمل نفس الخطوة اللي هون، واحد هاي إنسرت. أوكي. والحلو إنه بيضل متذكر قيمة الإنسرت، واحد هون هيا واحد وهون واحد، فبضل البوردر متساوي. هذول إحنا ما بدنا إياهم قطعتين، بدنا إياهم قطعة واحدة، فبحكي له باي جروب. أوكي جميل. طب شو استفدت أنا؟ شوف شو استفدت. بمسك هذول التنتين على كنترول وبحكي له إكسترود. إكسترود بفتح الجرور مثلا. أوكي هاي. أنت لا تخاف من السيجمنت هاي، ما أنت بتعرف إن هاي ما راح تظهر. بتحكي لي مش حلو منظر. مش حلو لأنه ما مش ملون وما في إله حواف بارزة، بس يتلون بصير منظره أجمل. طب شو ممكن أنا أعمل كمان؟ ممكن أخذ التو بوليجون هذول وأحكي له اعمل لهم إنسرت وأعمل لهم أبلاي ورد أعمل لهم إكسترود، بس مش للخارج، للداخل. أكيد لا تكثر عشان ما ينزل من أسفل الجرور. هاي أبلاي. تحكي لي ما في جرور هيك، بحكي لك عادي خذ هذول التنتين واعمل لهم إكسترود للداخل. بتحكي لي والله هي صار زي الجرور، بس أنا في عندي مشكلة. شايفين هالحافة هاي اللي طلعت معي؟ هاي مشكلة مش منطق. فرح أنا أتراجع عن موضوع الإكسترود لهاي، ورح أكتفي فيه تطلع ما أبسط الموضوع، بحرك البوليجون. وإنت عارف وأنا عارف إنه إذا بحرك البوليجون كل ما يتصل معه رح يتحرك معه. هاي شوف الإكسترود، الفرزة هاي اللي برا خلاها الموف حركها، فأنا هون ما بلزمني إكسترود، بلزمني موف عادي. طب تعال نيجي للرفوف هاي اللي هون مثلا، هذول التنين بدي كل واحد لحال. هاي اوت لاين، اسف، هاي انسرت التنين واحكي له باي بوليجون كل واحد لحال، ابلاي. شوف انا كان بامكان الان اعمل لهم اكسترود للداخل وانهي. اوكي بس ما بدي اعمل لهم اكسترود الان، أو أعمل لهم عادي. أنا كنت حابب أعمل لهم كلهم إكسترود مع بعض. بتحكي لي طب هو الإكسترود بضل متذكر آخر فاليو إحنا استخدمناه، بحكي لك عادي يعني نفس الشيء، عشان هيك أنا تراجعت. هاي كمان هاي إنسرت. أنا كل الإنسرت هاي اللي بعملها شباب ليش؟ وبين تكسير ليش يا خالد؟ بين تقسيمات الخزانة اللي بنعملها، بس هذا هو كل قصة الانسرت اللي أنا بعملها عشان تعطيني البوردر اللي بحكي عليه خالد، عشان يصير منظرها
مش صفيحة، لأن هاي الخزانة اللي هون لو عملت لها اكسترود اكسترود بدون انسرت طلع ما أبشع المنظر. هاي أبلاي، طلع هاي اللي تحت كيف منظرها، وأنا بشتغل أنا وياك خشب مثلا، طلع منظرها جميل. هاي اللي هون صفيحة ما إلها سماكة. فهذا كل هدفي من موضوع الانسرت، أو اللي كانوا يسموه في السينما 4D اكسترود انر إذا بتتذكر. هيك أنا شباب بكل بساطة رسمت خزانة. طبعا أكيد بعد القطع والفيرتكس اللي انضافت، أنت في أي لحظة بتيجي على الالتو دبليو، بتيجي هون بتحكي له فعل الفيرتكس بدل البوليجون، بتيجي على هدول بتصغرها مثلا، هاي هيك بصير شكلها. هاي كنترول زد، ممكن تيجي على الجنب اللي هون، بتضلل كل النقاط، صار التضليل تاعي أكبر، بكبر بصغر زي ما بدي. بصير دائما وأبدا استطيع أتحكم في هيئة الأوبجكت اللي أنا بعمله أو أنا بقوم بصنعه. يمكن المثال السابق اللي بلشنا فيه في السيارة وعدينا الجوانب والأضلاع، الآن رح يصير معي الشغل شوي أجمل. طب عشان نشتغل على بينة، هذا الأوبجكت ما بدي ألغيه، عشان عندي نية أخزن الملف، رح أعمل عليه سيلكت، رايت كليك، هايد، هايد سيلكشن، اخفيه. طب دكتور ثواني يا دانا، بس بدي إياه يرجع أن هايد، برجع. تفضلي اسأل. بس كيف ممكن نعمل هم المسكات اللي هي نمسك منها الباب والجرار؟ بدك تمهليني شوية وقت عشان أشرح لك السويب والليث وهاي الأشياء. يعني أنا هدفي الآن إني أطبق هذول بصراحة، هذول حس اللوفت والليث والسويب وهاي الأشياء، إذا يعني في أشياء بتشبهها في السينما 4D available هون بطريقة مختلفة، بس ما بدي أزعج حالي ولا أزعجك فيها، لأنه هدفنا اليوم مش هاي الأشياء. زي ما حكيت لك من شوي، خليني أخذ الأوبجكت وأخفيه وأرجع أنا وياك نعمل السيارة بشكل سريع جدا. هاي أول شيء راح أعمله، راح أجي عموض وأجي هون على الأكسس، رايت كليك رايت كليك رايت كليك، هيك الأوبجكت اللي أنا رسمته نزل في منتصف الستيج مباشرة. هذا جسم السيارة، وانت شفت انه من خلال النقاط انت اني تايم بامكانك تكبر وتصغر. الشغلة الثانية بطلع لموديفاي وبشوف انا وياك بدنا نتفق الان على عدد القطع اللي انا بدي اياه. ممكن هاي خلينا نرجع كل شيء للانيشيال فاليو واحد. طيب كم قطع احنا ذاكرين، كم قطع عدينا على السيارة سابقا؟ خمسة ستة ستة ستة، واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة، وهي السادس. حكينا بابين صح، الزجاج الأمامي هاي بده يطلع منها، وهي الزجاج الخلفي، وهاي الطنبون أو غطى الماتور والصندوق واتيفر. طيب قطع جانبي زي هيك بلزمني؟ لا. شوف يعني هي يا خالد شغلة نسبية، بلا عشان نعمل باب، يعني هي شغلة نسبية، بلزمني ما بلزمني شغلة نسبية. بس بصراحة حسب كيف أنت بتفكر في بناء الأوبجكت. يعني أنا ممكن أستغني عنه الآن وبس أجي أشتغل بعمل إكسترود بيمشي الحال. خليني أستغني عنه. يعني ممكن أنت بهاي الأوبجكت convert to editable polygon، ممكن أنت مباشرة تيجي لهذول التنين شو تعمل إلهم؟ إكسترود للأعلى. وينها؟ جميل. بس شو بحكي لك؟ أحكي لك إنه القزاز طلع واقف، رح تيجي تضطر تأخذ الإج هاي اللي هون، ما ضل الهاش ما ضل الهاش هي ضل، وتميلها هيك، وبس تميل هيك الإج اللي شاب كمحة تحت بدك تضطر كمان تميلها. في ناس بحكي لي لا ليش أنت بتشتغل في الطريقة هاي، تعال تطلع من الجنب وخذ الفيرتكس وخذ هدول الأربعة اللي هون وزيحهم على اليمين بيمشي الحال. في ناس بحكي لي أنت من الأصل، انت من الاصل ليش تعمل اكسترود؟ من الاصل انت ليش تعمل اكسترود؟ ليش ما اشتغلنا في الطريقه السابقه اللي احنا تعلمناها؟ هي كنترول زد كمان
احنا شو عملنا اول مره؟ احنا مسكنا هذول الصفحتين ورفعناهم للاعلى. شو الفرق بين هاي واللي اشتغلتها قبل شوي؟ هاي رفعتهم كلهم مع بعض، هذيك كان لازم نرفعهم لحالهم بعدين نضبطهم من الجوانب. صحيح 100% كلامك، بس في شغله انت غفلتي عنها، انه هاي الطريقه صار المسقط هذا اللي هون او البوليجون اللي هون قطعه واحده. الطريقه اللي قبل شوي بس عملت اكسترود، شو عمل فيهم هذول؟ قطعهم، فرزهم. هسا اذا انت بدك تشتغل بهاي الطريقه بصراحه لازم تعدهم ست قطع. اذا انت بدك تشتغل بطريقه الاكسترود يعني ما فيش داعي للست قطع، بكفيك 1 2 3 4. فهمتوا علي؟ ليش؟ خليني ارجع للطريقه الاولى. انا الان برجع كنترول زد، هاي هدول، هاي اكسترود، هاي ابلاي، وحكينا عشان نعمل شكل الزجاج باخذ الفيرتكس الاربعه هدول اللي هون وبزيحهم على اليمين، وهدول اللي هون بزيحهم على اليسار. طب شو رايك في القطع هذا؟ لازمني انا اصلا هي هذا القطع؟ لا يعني ممكن، مش عارف بصراحة، مش لازمني، لكن هو بده يخرب لي الشغل. لا ما بخرب لي الشغل، لكن إن مثلا احتجت إني أعمل حركة على هذا العدبة السيارة خلينا نحكي، فبدل ما أضلل الواحد شو بضلل؟ اثنين، وبحكي له هذول جروب، هذول وحدة واحدة. هلا هو مش غلط، ما بزعجني، بالعكس ممكن إني أستفيد منه لاحقا، لكن راح يكلفني. إذا أنا ما راح أستفيد منه لاحقا راح يكلفني وقت وجهد. طيب سريع شو اللي أنا بفكر فيه؟ خلينا عليه، موافق، ما عندي مشكلة. ممكن نيجي للفيرتكس نحكي إنه هذا الجزء اللي هون هو مقدمة السيارة، خليني أخذ الأربعة هذول أزيحهم للأمام. ممكن البعض يأخذ هاي النقطة للأسفل، هاي اللي إحنا حكينا ممكن ما نستفيد منها، ممكن إنه تزبط لي الشكل بهاي الطريقة. شوف كيف صرت تتلاعب بالشكل في الفيرتكس. ماشي، احنا بنطبق، بس تيجي على المنطقة اللي بالخلف، هذول للخلف أكثر، هاي خليني أعدلها وأرجحها لهون، هذول أكبر الباب اللي وراء على سبيل المثال. أوكي، نيجي هون، شو ممكن أعمل بهاي مثلا؟ ممكن أخذ البوليجون وأحكي له هذول القطعتين أعمل لهم إنسرت، وعاملهم، خليني أكبر الإنسرت، وعاملهم as a group، وهذول القطعتين أعمل لهم إكسترود للأسفل. هذا اللي هون نحكي الزجاج الخلفي، إنسرت، أبلاي. إذا معترض عليه إنه مستقيم مثلا ممكن تيجي للمسقط الجانبي، بس الآن بدك تكون حذر لأنه هون بطل في نقطة تطلع. خلينا نضل لهم كلهم، شايف 1 2 3 اللي أنا شايفهم 3، بس الثلاث هذولا في وراهم كمان فيرتكس. ممكن هذا أرجح هذا الخلف شوي كمنظر، يعني مش أكثر ولا أقل. هذا اللي حكينا إحنا الزجاج، خليني أخذهم. شوف الآن بس تصير بخبرة، بتصير تضلل كل شيء مرة واحدة. هذول الأربعة اللي هو نحكي القزاز، هاي إنسرت، عامل كل واحد فيه باي بوليجون لحال، هاي أبلاي. طبعاً أكيد اللي صار هون. الزجاج الأمامي كمان إنسرت، بس ممكن إنك تكبر البوردر تاعه أو تصغره زي ما بدك. إكسترود للزجاج ما بدي. العرض قليل، باجي أنا وياك بنطلع from top view المسقط العلوي، وناخد كل الفيرتكس اللي هون أو اللي هون زي ما بدك، ونزيد العرض. ممكن إنه إحنا نيجي على هاي الفيرتكس كمان نعمل فيها حركة كده، ممكن هذا الإج ننزله. بتحكي لي طب ليش هسا اشتغلت إج؟ عادي ما في مشكلة، مو يا بتشتغل إج وبتنزله بتطلعه زي ما بدك، يا بتروح على المسقط الجانبي، وأنا بفضل
تشتغل على الفيرتكس. يعني شوف، يا اما بعمل كليك واحد على الادج وبحرك، يا بعمل سيلكشن للفيرتكس وبحرك. شو ممكن نعمل؟ انا ما علمتك تقطعه، يعني بعدين بعلمك مثلا كيف تعمل قطع هون وقطع هون عشان تعمل الضواو. ايش ممكن نضيف عليه؟ مثلا في واحد بيحكي في، يعني ممكن اني انا اضيف هون انتين مدور، بس لكن شباب انك تطلع انتين من شكل، تطلع شكل دائري من شكل مربع، يعني يكاد ان يكون مستحيل. بزبط، بس يكاد ان يكون مستحيل. اذا انت بدك انتين هون عادي. الان انا خلصت هاي، اطفي البوليجون واطلع على الدروينج تول وخذ سلندر وارسم سلندر كبير، ما في مشكله. تعلم هيك، بنيجي بنطلع من الجنب، شوف هاي السلندر حركه هون، انا بدي اياه صح في هاي المنطقه، هون انا بدي اياه، هاي زوم اوت. بنيجي بنطلع من الجنب على الارتفاع، اذا الارتفاع عالي لموديفاي هاي الهاي، بتزيد وبتقلل الارتفاع زي ما بدك. نصف القطر شباب على المسقط الجانبي مش واضح، وين راح يوضح معي؟ بس اجي اطلع من التوب فيو، بس اجي اطلع التوب فيو طلع هون ظابط، بس من التوب فيو الانتين بعيد عن السياره، فبرجعه مكان. وهي زوم ان، وتعلم انه حرف الزد بيعمل زوم ان على الاوبجكت، يعني وين ما تكون اكبس زد بوديك على الاوبجكت. ايوه كبست زد على الكيبورد. الان باجي ل نصف القطر وبصغره زي ما انا بدي، والجميل في التوب فيو بحدد المكان. هيك انا من المسقط الجانبي اموره تمام، ومن المسقط العلوي تمام، ومن المسقط اليمين او اليسار كمان اموره طيبه. يمكن بس انا اجيت هون وطلعت اكتشفت انه كثير عالي، برد برجع عليه وبنزل الهاي تاعته. رح اغير الالوان بس شباب للون الازرق هذا، لانه على السيجمنتيشن بكون واضح القطع عليه، بكون واضح. هذا على فكره لون ثاني اخترته انا بالغلط، هذا هو، لا والله ما هو، ايوه هو اللي اخترته اول مره. طيب هاي الاوبجكت صار بيتكون من عنصرين، بدك واحد ثاني على اليسار بيمشي الحال. عندك خيارين، الخيار الأول إنك ترجع تعيد الخطوات هاي كلها وتزبط أنتين، والخيار السهل اللي إحنا كلنا بنعرفه كوبي بيست، لكن مع الخبرة رح تعمل لك إرباك هاي الآن في طريقة تعاملك. الثري دي ماكس ما في كوبي بيست، يعني ما في كنترول سي كنترول في. الثري دي ماكس في كنترول في لحالها، يعني بس بعمل بيست. بتحكي لي طب من وين بده يجيب الكوبي؟ بفترض انه انت بس تعمل له بيست انه العنصر اللي انت عامل عليه سيلكشن هو اللي بدك تنسخه. يعني ازيع على اليمين شوي ونجري تجربه انا وانت، هاي مربع صغير بغض النظر، لو عملت كنترول في هاي كوبي، انا عملت هاي كانسل كنترول في. دكتور كمان بقدر احطه على الشيفت، ابغى نضغط الشيفت واسحبه. الشيفت احلى، بس خلينا نحكي على الكنترول في. كنترول في هاي اوكي، وين المربع الجديد؟ نزل في نفس المكان حركه. لو هذول الاثنين انا مضللهم كنترول في، شو كوبي نوعه؟ اوكي زميلكم بيحكي انه على الشيفت بصير تمسك الاوبجكت بعدين بتضلك كابس شيفت على الكيبورد بعدين بتحرك السهم، هاي كوبي بدي منه نسخه. كيلو شو الفرق بينهم هذول انستانس وريفرنس؟ بحكي لك عنهم لاحقا، لكن هاي هي طريقه النسخ، يا اما كنترول في يا اما على شيفت وبتحرك العنصر بنسخه. الحلو بالشيفت انه انا ممكن اعمل تكرار، يعني اطلع زحته مثلا سنتي، بحكي له بدي كوبي وبدي منه خمس نسخ. اوكي شوف نفس المسافة اللي زحتها أول مرة كرر لي إياها هون وأعطاني منه 1 2 3 4 5 نسخ. استخدم اللي بناسبك، استخدم الشيء اللي بناسبك، بس دير بالك تعمل كنترول سي. اتطلع أنا الآن موجود على أي شاشة شباب؟ البرسبكتيف، موجود على شاشة البرسبكتيف صح؟ صح.
شوف بدي اعمل كنترول سي، شو بده يصير؟ اللي احنا متعودين على الوورد وعلى الويندوز نعمل كنترول سي كنترول في، هاي كنترول سي. صار اشي؟ هون ما صار اشي، لكن انا هون بطلت موجود على البرسبكتيف، صرت موجود على الكاميرا. يعني تعال حرك، شوف بحرك على السكرول بيشتغلش، إشارة الكيوب اللي هون اللي بعمل روتيشن ما ظهرت، لأن الآن واقف على إيش اسمه كاميرا. أنت بس تعمل كنترول سي بضيف كاميرا. خليني أفرجيك إياها الكاميرا، راح أجي على كلمة فيزيكس كاميرا أو كاميرا وان. شوف هاي اللي ضافها، أنا وين كنت على البرسبكتيف، هاي اطلع زوم أوت لبرا لف الشاشة، هاي الكاميرا اللي شافها، سوري هاي اللي كم الكاميرا اللي نزلها. فبدك تكون حذر احيانا، بتعمل كنترول سي كنترول في، كنترول سي ما بتشتغل، كنترول في بتشتغل، بس هو فعليا بيبني كاميرا. هاي ديليت للكاميرا، فكن حذر فيها. ثواني بالله شباب، اتفقنا؟ فبي كيرفول، بي كيرفول في موضوع الكنترول سي. كنترول سي ما بتعمل كوبي، كنترول سي بتعمل كرييت كاميرا. واحنا الان مش لازمنا موضوع الكاميرا ولا بهمنا، كل الاشياء هاي اللي هون هاي سيلكت ديليت، ونرجع للعمود اللي احنا حكينا بدنا نقوم بعمليه نسخه، نرجع له. وهي من موديفاي، راح اغير لونه لاشي ثاني، هي ابيض. وافضل مكان لموضوع النسخ هو شاشات ال2 دي، بس كون حذر في السلكشن. هي العمود راح اكبس شيفت واحركه للمكان اللي انا بدي اياه. نوع النسخ كوبي، او بلاش نحكي نوع النسخ، نوع الكلون كوبي، نسخه جديده منفصله. شو يعني؟ بحكي عنها بعدين، خليني اتعلم اليوم انا وانت كيف انه ممكن انه احنا نقوم بعمليات النسخ. ايضا ممكن اضيف عنصر اضافي هون، هي سلندر عشان اعمل العجال على سبيل المثال. السلندر بدك تتعامل معه باحترافيه بدقه، سميها زي ما بدك، لانك اذا لعبت في عدد القطع تاعت السلندر ببطل دائره، بصير شكل بوليستار، فانا اللي بلزمني دائره. اللهم صل على سيدنا محمد. احكي لك بعض الاشياء اللي حلوه بالسلندر، ممكن انا اضيف سيجمنتيشن على الكاب، سيجمنتيشن على القطع العلوي، ويمكن طلبت منكم سابقا انكم تجربوها. هاي قطع. شو ممكن كمان السلندر اعمل فيه؟ ممكن السلندر اعمل له سلايس، اقطع السلندر، هاي سلايس، بحكي لي سلايس فروم مثلا من هون لهون، يعني ممكن اني اعمل سلايس شريحه زي شريحه البيتزا من هذا السلندر. يعني كل السلندر اللي بيظهر معي السلايس تاعته، اكيد السلايس انا هون ما بتلزمني، لكن انت راقبها وشاهدها. طيب تعال انا وياك نركب هذا العجل هون. اول شيء راح اعمل له روتيشن، يس هاي روتيشن. طيب شوف كيف بدي اعمل الروتيشن. هلا في الماوس شباب يكاد ان يكون مستحيل انك توقفه على جنبه بالضبط. طلع القيمة اللي بتتغير عندي هون، هيها اكس اكسس، عندي اكس، ممكن عندك تكون واي، ممكن تكون عندك زد، حسب وجهة الاوبجكت اللي انت بتشتغل عليه. هاي قديش لازم تكون حتى يكون قائم 100%؟ 90. هاي 90، ماشي. طيب ما راح انسخه، بدي اركبه في مكانه الصحيح واظبط حجمه والونه زي ما انا بدي، بعدين بقوم بعملية النسخ مباشرة. بطلع للمسقط الجانبي، هي Alt W، خليني أزبط مكان هون. إذا أنت شاعر إنه نصف القطر تاعه كبير، بتيجي على الراديوس وبتنزل نصف القطر. هاي من وين؟ من الجانبي، من المسقط العلوي، زايح عن السيارة بنرجعه بجنبه، يتداخل معها. أنت الآن أنا ما علمتك كيف تقطع هذا الأوبجكت عشان يفتح مكان للعجل، لكن أنا لغاية اللحظة هاي راضي بهذا الأداء. طب شو ممكن أعمل فيه مثلا عشان إذا دورته يبين معي أنه بدور؟ شو ممكن نعمل شباب؟ ممكن نحوله لإديتابل. بس قبل ما أشتغل
هذا كم قطع عليه؟ كم قطع؟ 29. بدي أعملهم زوجي، هاي 26. هسا بتعرف ليش زوجي؟ عشان أحوله لإديتابل وأجي على كنترول، وبدي أكون دقيق جدا وأحكي له بدي أشتغل على البوليجون، بدي أمسك تنتين أو تنتين، لا بترك تنتين وبمسك تنتين. شو أعمل فيهم هذول شباب؟ اكسترود أو انسيرت بيمشي الحال يعني. المهم أنا شباب بس بدي أعمل فيه حركة، بس ممكن إنك تعمل له اكسترود، أكيد مش في القيمة هاي، ممكن تعمل له اكسترود هيك، ممكن إنه الاكسترود اللي أنت تعملها تعملها على الرنج الداخل، الرنج الخارجي ما تبلش فيه، ممكن البعض فاضي بتغلب هاي. ليش عملت هيك؟ أنا هاي قلت عشان أشيل هاي وهاي. آه فرزات للعجل. آه بتغلب بس يعني بطلع منظرها حلو. بتحكي له هو في فرزات مربعة الشكل، أنت الآن اصنعها مربعة الشكل، وبعدين أنا بعلمك كيف إنه الأشكال حتى لو أنها مربعة أو مش ناعمة كيف تعملها سموث. ما رح أتابع عليه لأنه رح يكلفني سيلكشن مهول جدا، ورح أطلع على الجنب اللي هون، سواء من التوب فيو نسخت أو من الفرونت فيو نفس الشيء. هاي شفت شو اللي هذا؟ شو اللي عملوا شباب؟ طلع انت محدد بوليجون يا دكتور. يس انا محدد بوليجون، فبس اجي اعمل شفت بنسخ البوليجون. عشان انسخ الاوبجكت كامل لازم اطفي بوليجون، لازم اطفيها عشان يسمح لي امسك العنصر كامل. وهي شفت وهي كوبي عنه، تمام. هذا من الجانبي، من العلوي. الآن بصير صار عندنا خبرة، ببطل أنسخ واحد واحد، بنسخ الاثنين مع بعض وعلى شفت، وهون وهي كوبي. بس شو مشكلتي بالجهة الثانية شباب؟ بدك تعكس الفرزة لجوة. شوف الفرزة موجودة لجوة، فباجي على العجل هذا اللي هون وبحكي له روتيشن، هاي صفر هيك، 90 180 سالب 90 420 سالب 90 سالب 90. شباب شباب شوفوا علي، هاي القيم بصراحة يعني مش القيم، هاي المحاور اللي أنا هون قاعد بعكس على الإكس أكسس، مش بالضرورة على الإكس تطلع عندك. بتحكي لي كيف يعني ليش؟ حسب شو بدي أضللهم الاثنين، بس خليني أعدلهم على شفت. ايش شفت؟ كنترول، انا اسف. شوف بس تشتغل على اكثر من برنامج بصير عندك مشكله. سينما 4D السيلكشن مش على كنترول، سينما 4D السيلكشن على شفت. السينما 4D حتى اعمل انكريز لاي فاليو اب وداون، 3D ماكس رايت وليفت، حتى هاي الاشياء الشركات تتعاكس فيها. شو كنا نحكي احنا قبل شوي؟ روتيت على الاكس والواي. على الاكس والواي. بتحكي لي طب شو ده تفرق؟ بتفرق. اذا انا برسم المكعب تاعي هيك وببلش اشتغل غير ما انا ارسمه هيك، حتى السيجمنتيشن اختلف، وابلش اشتغل هسه مين الصح، هاي ولا هاي؟ ما الموضوع هذا ما في صح وغلط. انا بلشت ارسم هيك وطلع معي هيك، انت بترسم هيك بس بدل ما هو الوجهه للامام بتصير الوجهه على اليمين. عشان هيك بحكي لك أنا عندي ممكن تكون X، ممكن عندك تكون Z أو Y. هذا أوبجكت بسيط جداً لطيف، هاي حرف الZ. اتعلمت فيه، وظفت فيه أنا وياك موضوع الإكسترود والإنسرت. البريدج هون بصراحة ما لزمني، لو أنا معلمك كيف تعمل سلايس أو كيف تعمل سبلت لبوليجون ممكن أنه إحنا ننجز فيه ونشتغل فيه بطريقة احترافية أكثر. بكون في عندي مهارات أخرى ورح أخزنه وأرجع لهذا المثال لاحقا، بس نتعلم أشياء أكثر بحيث أنه نضبط ونشتغل عليه بطريقة مختلفة. طيب هذا لأنه العنصر مش زي العنصر القديم، أو هذا الموديل صار فيه أكثر من شغلة،
فشو راح اعمل شباب؟ راح اضللهم كلهم شوف بالماوس، وانا اصلا في عندي خزانه مخفيه، ضللهم كلهم عشان بس اجي بدي احركها، ما احرك هاي لحالها، يتحركوا كلهم. راح اضللهم كلهم واطلع لقائمه جروب، احكي له ميك جروب شو اسمها هاي؟ كار، عشان ما انساهاش. الان هذول كلهم صاروا جروب واحد. شو اللي عملته؟ ضللتهم وطلعت لجروب وحكيت له جروب. موضوع الجروب بصراحة في شغل كثير، بس مش مكانه الآن. خلينا نرجعها للخلف. هاي هايد ان هايد اول، هي صار في عندي هون تو اوبجكت. طبعا اكيد موضوع الاحجام مش متناسق، بس عادي تمسك هاي وتحكي له سكيل، بتكبرها عشان تصير متناسقة بالحجم. يعني موضوع الحجم شباب ما بيهمني في الماكس، في اني تايم على السكيل بكبر وبصغر العنصر اللي انا بدي اياه، ما راح يشكل معي فارق. طيب هذول العنصرين رايت كليك هايد سيلكشن. المثال التقليدي شباب اللي اشتغلناه في السينما 4 دي او في ماده ال البرنسبل اللي هي اساسيات، كنا بعرفش اذا انتم ماخذين معي، كنا نعمل مج، لانه المج فيه تطبيقات كثير. راح اعمل لك اياه في نفس الطريقة. أول شيء رح أرسم سيلندر وأحاول في هذا السيلندر أني أنا أحاكي الحجم العام. شوفوا شباب أنا بحب دايما بس أرسم أوبجكت أنقله على النص، ليش؟ ما بعرف، بس برتاح والأوبجكت موجود في منتصف الستيج. أول شيء بحاول أنه أعمل حجم السيلندر زي شكل المج، أوكي؟ كشكل من بعيد أنه بشبه المج. أكيد هذا شباب ما بيشبه المج، فأنا بدي أحاول بالنظر أشتغل عليه يصير شبه المج. القطع اللي موجود عليه ممكن أني أنا أزيدها، ممكن أني أنا أصغرها. اللي أنا تعلمته شباب بالخبرة أني دائماً وأبداً وأنا بشتغل على أشكال زي هاي منحنية، بحاول أنه يكون شكل القطع اللي موجود فيها أو شكل البوليجون مربع، إكزاكتلي مربع مش مستطيل، هذا مستطيل. فبضلني أتحايل عليه في عدد القطع، شوف، حتى يصير بالنظر إنه هذا الصفيحة مربعة. قبل شوي ما كانت مربعة، ليش؟ بتشوف كمان شوي. تعال نفتح الفتحة اللي كانت موجودة عندي هون. القطع العلوي هذا الكاب سيجمنتس 2 3 4 رح يزعجني إذا بضل. ممكن البعض يعمل هيك ويمسك كل البوليجون هاي اللي موجودة في المنتصف، شو يعمل إلها؟ يعمل إلها إكسترود أز جروب للأسفل. هاي كلها الكاب سيجمنت أنا ما بدي إياه مباشرة. عيني تراجعت عن هالفكرة هذيك، لحن تكلفني سيلكشن كثير، بحاوله لإديتابل وباخد هاي الصفيحة المدورة اللي هون، شو بعمل إلها؟ إنسيرت وبعطيها سماكة المج اللي بتلزمني، وهذا الصفيحة اكسترود. راح اطلع زوم اوت لبرا شوي والف الشاشة عشان انزل الاكسترود، ما تطلع معي من الاسفل، شايفين ما تطلع من الاسفل. اي ابلاي وبرجع حرف الزد عشان اشاهد العنصر تمام. ممتاز. الان نعمل الايد، راح اخذ هذول الاربعة وهدول الأربعة. شايف لو هدول المربعات أو البوليجون شكلها مستطيل، بطلع شكل الإيد معوق، ما رح يطلع حلو. بدك إياهم 2 × 2 بيمشي الحال، زي ما بدك اللي بدك إياه. ونفس اللي تعلمناه سابقا، رح أضرب عليهم إكسترود للخارج. بس في سؤال لازم نعرف نجاوبه، هدول الأربعة يعاملهم باي بوليجون؟ طلع كيف الشكل؟ لوكال نورمال ولا جروب؟ دور جروب لازم. لازم فعلا لوكال نورمال. لا لوكال نورمال تطلع جروب دكتور، بس بدي اياك تفرق بين لوكال نورمال وجروب في هاي الحاله. طلع هون كيف المسقط صار، طلع مستقيم، كلهم جمعهم مع بعض بخط مستقيم. اللوكال نورمال كانت الاستقامة من النقطة، فهذا لو تيجي تطلع عليه من الأعلى بتشوف إنه من هون أعرض من هون،
فأنا خياري هو الجروب. راح أرجع في الإكسترود لورا شوي، أوكي؟ وأنت بتعرف من تجربتنا السابقة راح أضيف كمان إكسترود بس مش بنفس السماكة. ليش هذول؟ عشان تعمل بريدج. عشان أعمل البريدج ما بين التنتين اللي هون والتنتين اللي هون. كنا نضل الإشي بالغلط؟ لا. وهي هون بريدج أبلاي. اشتغلت أنا وياك، إذا هاي المسافة شايفها كبيرة خد فيرتكس أنت وحظك الآن، هل هذا جاي على محور 2D ولا لا؟ للأسف مش جاي لا هون ولا هون. بتحكي لي هاي مبين، آه مبين بس مايل. هذول اشتغلهم هون، شوف دير بالك، شايف شايف محور الإكس أكسس كيف مستقيم ولا مايل الواي أكسس؟ مايل. مايل طبعا، احنا بنحكي مستقيم ومايل مقارنة بشكل الأوبجكت. هسه هو مستقيم بس بالنسبة للإيد اللي أنا سحبتها مايل، فطلع كيف بده يصير التكبير والتصغير. هاي كنترول زد، معلش تحملني بشغلة يعني كثير بدري عليها بس عشان أعالج المشكلة. المج صح؟ ايه؟ نحرك المج نفسه، وحتى لو حركته نفس الشيء. ها هاي توب فيو، كل الفيرتكس ما عدا هذول، شايف نفس الشيء نفس الخلل. شوف علي هذا المحور اوبجكت كامل، المج مع الايد بنحركه على الزاويه 90. مين اللي بيحكي بالله؟ محمد حسن. مش انه صعب، لا هيو عادي، خد هذول وخد محورين مع بعض وسنترها زي ما بدك، ما في مشكله. هاي سنترها زي ما بدك، هيها زبطت ما في مشكلة. أو اسحبها على الإكس أكسس وبعدين على الواي وبعدين نعدلها على الإكس. بس أنا ما كان بدي هيك، أنا بدي في ضربة واحدة أرجعهم، يعني بدي في ضربة واحدة زي هاي أرجعهم للخلف. بس من باب العلم بالشيء، طريقة عرض المحاور في السيليكشن على الشاشة عندها كثير طرق عرض. الآن اعتماده لإظهار المحاور هون على طريقة الفيو، طريقة الفيو اللي هو كيف البرسبكتيف موجود، كيف انبنت هاي النقاط على البرسبكتيف، هذا هو الشكل. شوف المحاور هذول اللي هون زي المحاور اللي على الأرض. الآن أنا بحكي له ما بدي طريقة عرض البرسبكتيف، بدي طريقة ثانية للسيليكشن اسمها لوكال. لوكال اللي هو بتأخذ المحاور للنقاط اللي أنا مضللها. الآن صار بإمكاني شباب، آسف، صار بإمكاني أكبر. ليش هيك؟ لا نحدد كل النقاط، حرك كل النقاط. لوكال بيرنت، برضو البيرنت نفس هديك، خليها هاي شباب بشرح لكم إياها في 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 جزئية مختلفة تماما. بس هي مش يعني الموضوع مش بهاي البساطة اللي أنت تقدر تفرق ما بين كل هذول طرق العرض. الآن أنا بديك بس ضلك على الفيو، ماشي ممكن تتغلب فيها شوي، ممكن إنك تتغلب فيها شوي، تزيحها هيك بصير هذا مايل، تعدله هيك شوي، تتغلب فيها شوي، لكن بيمشي الحال. هذا إيش؟ الشكل النهائي. وكمان إشي في نهاية المحاضرة بضيف لك إياه تستفيد منه، اطفي الفيرتكس واطفي الإفور، راح تشوف كيف الشكل فيه في قلبه زوايا حادة كثير، هاي اللي هون هاي اللي هون. راح أعلمك اليوم خاصية اسمها التيربو سموث. التيربو سموث بتنعم الزوايا، لكن تعتمد اعتماد ضخم جدا على عدد الفيرتكس المكونة للشكل. كل ما كان فيه فيرتكس كل ما اشتغل موضوع السموث لأفضل. كيف يا مرام راح أضيفها؟ مش هذا الأوبجكت كان سيلندر وبعدين سويته إديتها بالبوليجون؟ من قائمة موديفاي راح أفتح القائمة هاي اللي هون، قائمة ضخمة جدا وفيها خصائص كثير، راح أورث هذا الأوبجكت خاصية موجودة في أسفل القائمة تحت اسمها تيربو سموث. سموث يعني ناعم،
تيربو حرف التي هي تيربو سموث. شايفين كيف صار؟ اطفي الاف 4 صار المفروض انه يكون صار ناعم هون، يعني وضعه مش سيء بس هون سيء. شو انا في بدايه كلامي حكيت لك؟ حكيت لك انه التيربو سموث تعتمد اعتماد كبير جدا على عدد الفيرتكس اللي مرسوم من هالشكل، وانا هي الاوبجكت وهي التيربو سموث وهي ديليت للتيربو سموث، ما في عندي هون قطع اللي ينعمه، هون ما في فيرتكس اللي ينعمها فعشان هيك طلع الشكل مش حلو، هون ما في فيرتكس ينعمها فطلع الشكل مش حلو. لكن انت جرب التيربو سموث على مكعب بدون سيجمنتيشن، وهي مهمتك القادمه، وجرب التيربو سموث على مكعب مثلا 3 ب 3 ب 3 4 ب 4 ب 4 100 ب 100 ب 100، شوف بدون ما تعمل له اديتابل بتشتغل كمان، وشوف شو نتيجه التيربو سموث. راح تكتشف انه كل ما زادت الفيرتكس كل ما كان التيربو سموث الطف واجمل في الشغل اللي انت ممكن انك تقوم ببنائه. واضح يا شباب لغايه الان؟ محاضره اليوم، المحاضره اللي قبليها واللي قبليها والمحاضره الجايه، كل هاي المحاضرات شباب احاول انا وانت، شوف انا طفيت البوليجون عشان اقدر احركه، كل هاي المحاضرات عشان انا وانت نجرب ونحاول نبني مجموعه من النماذج اللي احنا ممكن انه نشتغلها. الان احنا كل اللي احنا بنعرفه لغايه اللحظه هاي موف روتيت وسكيل، وما بعد ذلك كنت احول الاوبجكت لايديتابل واشتغل على الاكسترود والبيفل والاوتلاين والانسرت والبريدج. انت بتعرف انه الاكسترود زي البيفل، وبتعرف انه الاوتلاين زي السكيل، والانسرت هاي يعني وحده واحده لحالها اللي بتعمل سيجمنتيشن للداخل، في عندي الفليب والهينج فروم ايدج، هذول اشياء بنحكي عنها في بعض الامثله المعقده اللي ممكن انا اكون بحاجه اضافات او اضافه لعناصر اضافيه على شكل هذا العنصر. انت لغايه الان المطلوب منك هاي الاشياء انك تتقنها، مش تعرفها، تتقنها بكل ما تحمل الكلمه من معنى. تمام يا شباب؟ تمام. حد عنده سؤال؟ لا، يعطيك العافية دكتور. الله يعافي قلبك. خلينا يا تميم ناخذ حضور وغياب، لأنه في عندي كنه 8 مش موجودين،